أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابن السبيل
كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ صدق الله العظيم.